هي لسه يعني ما خلصناش من أزمة كورونا، لقينا كلام كتير عن فيروس تاني يقال إنه أشد خطورة. الفيروس اسمه ماربرج القاتل. الفيروس ده لا ليه علاج ولا ليه لقاح حسب الأخبار اللي طلعت، ويقال إن معدل الوفيات بين المصابين بيه ممكن توصل لا قدر الله ل90%. لحد دلوقتي جمانة، منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 16 حالة بهذا الفيروس، فيروس ماربرج. حتى الان برضو احنا مش عارفين هل اسمه صح ولا لا. انا اعرف دلوقتي من الدكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الاوروبيه الشرق اوسطيه اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير للجميع. يا اهلا بيك دكتور فؤاد. في البدايه عايزين نعرف هل اسمه صح كده ولا لا، او ايه هي المعلومات حتى الان عن هذا الفيروس؟ نعم، الاسم صحيح حسب المنطقه وين اكتشفوه يعني. وبالنسبة للفيروس، فيروس يختلف عن كورونا فيروس انه بنعرفه، هو من سلالة فيروس الإيبولا اللي اكتشف وبنعرفه من سنة 1967. وبتعرف كل فيروس له عائلة، هذا ينتمي إلى عائلة الفيروس إيبولا، وهو متحور من الفيروس الإيبولا. هنا في نقطة مهمة للتوضيح عشان نوصل الصورة. يعني في آخر 20 سنة أزيد من 500 متحور لفيروسات إحنا بنعرفها وتظهر لفترة قصيرة أو يعني عدد قليل، بس الفرق إنه هذا المتحور إحنا اكتشفناه بعد وباء كورونا فيروس. عشان هيك في نقطة إيجابية ونقطة سلبية. النقطة الإيجابية إنه مع وباء كورونا فيروس في زيادة الاهتمام بالنسبة للفيروسات. النقطة السلبية بتزيد خوف أزيد كل ما يكتشف متحور جديد لفيروسات بنعرفها. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل نبدأ مرة جديدة مع وباء؟ حسب رأيي صعب في هاي الإحصائيات القليلة إننا نتكلم في هذا المجال انه في وباء جديد، بس في متحور جديد. يعني من المبكر ان احنا نقول ان هو وباء. طيب دكتور فؤاد، انطلاقا من النقطه اللي حضرتك ذكرتها، عاده المتعارف عليه انه دايما المتحورات الفيروسيه بعد لما بتوصل لذروتها بعد كده متحوراتها بتكون بسيطه، زي ما حصل مؤخرا معانا مع فيروس كورونا. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي بيحصل علميا طبعا لما بيكون في فيروس زي الإيبولا وهو فيروس متعارف عليه او معروف بشكل كبير، تطورات فبترجع اشد خطوره؟ نعم، ملاحظه مهمه بالنسبه لعلم الفيروسات والمتحورات، لانه كل ما يتحور زي ما شفنا مع كورونا فيروس. بالنسبه للإيبولا بنعرف انه الأعراض وكيف ينتشر وكل المعلومات، هذا بيسهلنا إن نقاوم مباشرة المتحور الجديد. شفنا 9 أشخاص اللي توفوا، في تقريبا أزيد من 16 شخص مصاب إلى أعراض. خطورة هذا الفيروس بالنسبة للفيروسات الثانية والكورونا فيروس إنه عنده درجة الحرارة عالية مع نزيف دم. لما يسوي نزيف دم معناته في خطر لحياة الشخص. عشان هيك إحنا بالنسبة لهاي الإحصائيات ساعات قليلة عشان نقدر نعرف إنه هذا المتحور قوي بالانتشار او قوي بالاعراض الخطيره، لانه كل متحور عنده هذول الصفتين، او انه يغدى قوي بالعدوى
او كوي بالاعراض الخطيره. الاعراض عظيم. الخطيره انه الحم مع نزيف دم، والاعراض الثانيه من بالنسبه لوجع العضلات، وجع المفاصل، وبسبب امراض، بسبب اعراض اخرى في الجهاز الهضمي. طيب دكتور فؤاد، حضرتك قلت ان هو متحور من الايبولا. الايبولا كان موطنه الاصلي وكان موجود في افريقيا، هل برضو هذا المتحور خارج من افريقيا ولا لا؟ وكيفيه ظهوره يعني ظهر ازاي؟ هل هو برضو بما انه سلاله من الايبولا ايضا بدا من الحيوانات، ملامسه الحيوانات البريه او سوائل الحيوانات دي او دمها او كده؟ نعم، ثلاث نقاط بالنسبة لهذا الموضوع. ظهر في أفريقيا، ظهر زي ما بنعرف في كوينا، وموجود في بعض الدول الأفريقية. ثانياً، بالنسبة للانتقال، ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان. الحيوان خصوصاً الكفشات أو الخفشات، من الحيوان للحيوان، من الحيوان إلى الإنسان، من الإنسان إلى الإنسان، خصوصا لما يغدى الشخص مصاب وبيغدو عنده جرح مفتوح بطريقة الدم، بطريقة الاحتكاك المباشر بين الشخص المصاب والشخص الغير مصاب. في نفس الوقت فيش عندنا نسبة كم شخص يعدي الشخص المصاب، زي ما كنا في البداية مع كورونا فيروس انه كل شخص يعدي 16 شخص، وبعدين شوي شوي بتغير الوضع. عشان هيك حسب رأيي في هاي المنطقة، في هاي المرحلة البدائية، وبتأمل انها تظلها بدائية، منظمة الصحة العالمية واجبها انها تأخذ كل الإحصائيات من كل في كل الدول العالم، وإذا في مصابين، وإذا بيطلع من أفريقيا وين ظهر أول مرة، والمراقبة في الدولة اللي فيها مصابات أو إصابات جديدة. بالنسبة لهذا الفيروس وهذا المتحور، فيش له علاج إنه مع دواء أو مع لقاحات. عشان هيك الشخص المصاب لازم يشرب مي كتير، والعلاج في الأكسجين. هذول الطريقتين اللي بنعالجهم في حالة الإصابة، وخصوصا أول أيام، لأنه الأعراض تختلف. أول أيام في عنده أعراض، وبعد 3 4 أيام أعراض. طيب دكتور فؤاد، يعني أظن المقاطعة، لكن لو حضرتك تقول لنا يا فندم إيه هي الأعراض برضو عشان نقدر نوضح للسادة المشاهدين إيه هي الأعراض؟ نعم، الأعراض زي ما كنت يعني قلت إنه بالنسبة للأعراض نوعين. أول ما يظهر بصير عنده أعراض، خصوصا الحم العالي مع نزيف في الدم، مع وجع العضلات، وجع المفاصل، وجع بشكل عام، تعب، في نفس الوقت صداع قوي. هذول الأعراض المهمة، الصداع القوي والحم مع النزيف، أعراض بنشوفهاش مع كورونا فيروس أو مع فيروسات ثانية. بعد 4 أيام تقريبا باستمرار المرض، بصير عنده أعراض أغلبها في الجهاز الهضمي. المصاب فيش عنده شهية إنه يأكل بالنسبة للطعام، في عنده إسهال قوي، عشان هيك بيخسر كتير سوائل وبيضعف. عشان هيك بصير من طرف السوائل ومن طرف الدم، هذول نقطتين مهمات بالنسبة لجسم الإنسان. عشان هيك بيضعف الشخص وبيخضع على التخت، بتشوفه مع درجة حرارة عالية وبيقدرش يوقف من التعب.
عشان هيك للأسف أعراض خطيرة، وإحنا بنتأمل إنه منظمة الصحة العالمية، لأنه في اجتماعات مستمرة عشان مراقبة الوضع ومراقبة الأعراض ومراقبة الدول اللي بيعلنوا عن إصابات في هذا المجال. الحقيقه دكتور انا متعجب من ان يعني الايبولا ظهر من 76، يعني احنا بنتكلم في ما يقرب من 50 سنه حتى الان، ومفيش علاج انه يكون فعال مع هذا المتحور او لقاح. فدي حاجه الحقيقه تدعو للتعجب، لان احنا فيروس كورونا بمجرد ما ظهر ما خدناش وقت، يعني ما كملناش السنه وبدات اللقاحات تكون موجوده. لكن عايز اسال حضرتك سؤال، اي الفئات ممكن تكون اكثر عرضه للاصابه بهذا الفيروس؟ يعني فيروس كورونا احنا عارفين اصحاب الامراض المزمنه هم الاكثر عرضه للاصابه بفيروس كورونا، بالنسبه لهذا الفيروس. بالنسبه لهذا الفيروس، اول شيء احنا بنتكلم عن المتحور او عن هذه الفيروس او السلاله الجديده او المتحور الجديد تاع ايبولا. عشان هيك اللقاحات، احنا بنعرف انه في عدد كبير من اللقاحات التي تطرح بالنسبة له، بس حاليا مع الأرقام هاي صعب إنه يختاروا، مع إنه من 30 لقاح اللي مطروحة يتكلمون، نتكلم عن 5 هسه بيقدروا يغضوا مفيدين، بس الساعات فيش معلومات كافية عشان نجاوب على هذا السؤال، اللقاح مفيد وأي لقاح. بالنسبة للنقطة الأولى، النقطة الثانية، بنعرف إنه الفيروس بخش على، اسمح لي وإذا بستعمل هذا المصطلح، على جسم ضعيف. كل ما يغذى الجسم الضعيف، كل ما يغذى الفيروس عنده احتمال كبير إنه يسبب مرض. وما هو الجسم الضعيف؟ اللي عنده جهاز المناعة ضعيف، اللي عنده سكري، اللي عنده أمراض سرطانات، اللي عنده أمراض الدم والجلطات الدموية، وفي نفس الوقت بالنسبة للجيل، بس الجيل نقطة يعني مش دائما مهمة مثل أمراض السكري ولا الأمراض الثانية، لأنه في عنا شباب عندهم أمراض، وفي عنا مسنين مثلا أقل أمراض. عشان هيك أهم إشي إنه يغذى الجسم قوي، وفيش عنده أمراض اللي تضعف الجسم وتضعف جهاز المناعة. عشان هيك لما يخش الفيروس، أي نوع من الفيروس، بلاقي جسم قوي اللي يقاومه. إحنا بحاجة لمقاومة الفيروس، إنه لو يدخل في جسم يعني الإنسان، المناعة يعني يا دكتور، لا يسبب. نعم، المناعة. طيب دكتور، لو بصينا سريعا كده للإحصاءات، يعني عام 1967 في ألمانيا 29 حالة إصابة وفاة 7 أشخاص، 1998 لعام 2000 في الكونغو الديمقراطية برضو 154 حالة، مرورا بقى ب 2005 و2012 حتى 2017 في أوغندا 3 حالات إصابة ووفاة 3 أشخاص. كل السنين دي يا فندم مفيش معلومات متوفرة عن هذا المتحور، إزاي؟ عشان هيك في البداية قلت، لأنه هسه حسب رأيي، حسب الخبرة العالمية والصحة العالمية وكل المعلومات اللي أخذناها من الكورونا فيروس، حسب رأيي الأسئلة اللي ظلت بدون جواب في هذه السنين لازم نعطي جواب، لأنه بقدرش الواحد كل سنة في عنده متحورات جديدة من فيروسات اللي كانت موجودة أو ظلت بدون علاج أو ظلت أو بدون لقاحات. هسه مع الخبرة الكبيرة اللي صارت مع كورونا فيروس، مع إنه الفرق بين كورونا فيروس والهاي الفيروسات الجديدة أو المتحورات الجديدة من فيروسات بنعرفها، إنه شركات الأدوية بالنسبة للقاحات ما اعطتش أهمية للبحوث وإنها توجد لقاح، وللأسف هذا الغلط الكبير. وإذا في عنا متحور بسبب إصابة أو توفي عدد قليل من الأشخاص، يجب على منظمة الصحة العالمية والشركات الأدوية
والبحوث انها تستمر، طيب انها سريعا تعطي يا دكتور، ادويه لكل الاسئله. عظيم. سريعا، هل في تحاليل معينه تكشف الاصابه بهذا الفيروس؟ نقلق ولا لا؟ حسب رايي بالنسبه لهي اهم شيء الاعراض، وبالنسبه لخبره الاطباء، وفي نفس الوقت بتحليل الدم. لما بنتكلم عن نزيف الدم معناته بيعمل واحد فحص الدم، اهم شيء الهيموجلوبينا. الهيموجلوبينا واذا بتقدر منخفض كثير معناته في نزيف، لانه في مرار نزيف دم خارجي او داخلي. مفهوم. خارجي الواحد بيقدر يعرف، داخلي بيقدرش يعرف. عشان تعرف انه في نزيف داخلي في التحليل الدم، وخصوصا بالنسبه للهيموجلوبينا وكل ما يتخصص عدد الجلوبال الحمراء والبيضاء وكل تكوين الدم، وهذا مهم بالنسبة لأول إشارة، وبعدين بالنسبة للأمراض المعدية. شكرا جزيلا يا فندم دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية. ألف شكر ليك يا فندم.